قريبا تحتنا أكبر حيوانات العالم. في خلال شهري أبريل ومايو نجد هذه العمالقة مباشرة تحتنا، لكن في بقية العام لا نعرف إلا القليل عن مكانها. سنحاول حل هذا اللغز، سنعلق للقرش الحوجي هذا يعمل عبر القمر الصناعي، وصدقوني لن يكون هذا سهلا. إن القروش الحيتان رحالة في المحيطات الواسعة ولا يعرف العلماء إلا القليل عنها. على الرغم من ضخامة أسنانها إلا أنها عمالقة غير مؤذية، نستغل لقاءاتها السنوية للاقتراب من بعضها. يعتقد العلماء بأنها تطوف المحيطات العميقة بمفردها في أغلب الأحيان، لكن في كل صيف تلتقي مئات هذه الأسماك عند ساحل أستراليا الغربية في حيد بحري اسمه نينغالو. يبلغ طول سلسلة الصخور هذه 160 ميلا، وهي ثاني أكبر سلسلة في العالم بعد حيد جريت بارير. على الرغم من أنه مكان منعزل، أصبح المكان المفضل الذي يقصده الناس للغوص مع عمالقة حية. يحمي هذه الكائنات الضخمة قانون أصدرته أستراليا يسمح للغواصين بالنظر من دون اللمس. في المواقع السياحية العادية لا يسمح بوجود أكثر من 10% في المياه، ولا يستطيع هؤلاء الاقتراب أكثر من 10 أقدام من القرش. حتى بعد 20 عاما من الخبرة سيشكل وضع الجهاز أصعب مهمة. حصل فريق عملنا على إذن خاص، وهذا كل ما أنا بحاجة إليه. يقضي دوري بمساعدة جون ستيفن من منظمة الأبحاث الصناعية والعلمية في أستراليا. يريد جون معرفة مكان وجود عمالقة نينغالو. عثر الصيادون في المياه الآسيوية على بعضها، لكن لا أحد يدري ما إذا كانت القروش نفسها التي تزور نينغالو. لقد حاول جون تعقبها عبر الأقمار الصناعية مستخدما جهاز إرسال طافيا متصلا بسلك، لكن انقطعت الأسلاك أو انفصلت الأدوات الملحقة عن جلد القرش. لقد طلب إلي تركيب جهاز إرسال جديد صممناه بأنفسنا، ويفترض به أن يكون أمتن وأسهل بالنسبة إلى القرش. يمكن تركيبه مباشرة في زعنفة ظهر القرش نصفه إلى الأعلى، حتى يوضع الهوائي فوق الزعنفة ويكون مكانه مناسبا هنا. كما لدينا هنا دبوسان حادان جدا موصولان بنابضين ضخمين، نشحنهما على المركب ونضع المقداح فيها ونثبته في القرش ونسحب الأداة، ونتمنى أن يكون الجهاز في مكانه الصحيح في جلد القرش. لدينا أسبوعان فقط لتعليق الجهاز العامل عبر الأقمار الاصطناعية بينما يعبر القرش مساحة معينة من الحيد. في هذه الأثناء يكاد يحصل الحدث الذي يشغلهم. ينتظر الحيد تحتنا إشارة القمر الصناعي، والقمر الصناعي في هذه الحالة هو القمر. يشكل مداره حول الأرض نوعا من التقويم للحياة البحرية، وفي شهر فبراير من كل سنة تصبح جاهزة لوضع بيضها، وهكذا تضع الحيوانات البحرية كلها بيضها في الوقت نفسه، وهي تنتظر إشارة واحدة هي اكتمال البدر. يشكل هذا البيض الوافر أساسا في جاري حياة بحرية هنا على الحيد، والبيضة التي لا تصبح حيوانا بحريا تكون وليمة، وسوف ينضم ضيف الشرف قريبا إلى المائدة. مع أن فمه كبير جدا إلا أنه لن يعض أحدا. يشرب القرش الحوت حوالي 1500 جالون مياه في الساعة، ويصرفها بعد مليمتر واحد. في الأسابيع القليلة الآتية ستصل إلى وليمة نينغالو الرائعة. يعرف بيتر خير معرفة أين سيجدها. تساعدنا طائرة استكشاف على العثور على أسماك القرش من الجو، وهي موجودة في المكان الذي توقعه بيتر. نحن الآن فوق جزء من سلسلة الصخور يسميه بيتر المنحدر، عند جانب المرفأ. مرت 5 سنوات تقريبا على آخر مرة سبحت فيها مع قرش حوت، وأنا متحمس فعلا. هل أنتم مستعدون؟ أسماك القرش عند جانب المرفأ. انتظر انتظر. حسنا، هيا. جزء من غطسات الأولى هو مهمة استطلاع، والجزء الآخر منها هو استعراض للهوية. يبني الباحثون قاعدة معلومات حول أسماك القرش هذه، فيجب تصوير كل فرد جديد.
يستخدم العلماء هذه الصور للتعرف إلى كل قرش من خلال شكل الرقة الفريد. لن يكون من السهل تعقب أسماك القرش، فهي تسبح بسرعة حوالي 4 أميال في الساعة. هذا لا يعني أنها صاحبة الرقم القياسي في الألعاب الأولمبية، ولكنني سأسبح مسافة طويلة معها فيما أركب جهاز الإرسال، كما أنني سأضطر إلى الابتعاد عن ذيلها القوي. يا له من حيوان جميل، إنه لا يلبث أن يعود ويعود. نحن نغطس وهو يسبح على مقربة منا، لا نستطيع اللحاق به فهو يسبقنا بأشواط، لكنه لا يبتعد أو يتحرك. يا له من حيوان رائع. قبل أن أركب جهاز التعقب علي أن أعرف حجم القرش المناسب لجهازنا. هذا الجزء من المهمة أمر رائع كثيرا. تقضي المرحلة الأولى بقياس زعنفة القرش بواسطة هذا السلك لمعرفة ما إذا كان جهاز التعقب مناسبا. إنها فرصة أيضا لمعرفة ردة فعلها عندما نعلق الجهاز عليها. زعنفة الظهر مؤلفة من جلد سميك ونسيج طام لبعض الأعصاب. إذن بالنسبة إلى القرش ستكون العملية كلها بمثابة ثقب أذن. أتمنى لو كانت ضربة ذيله غير مؤلمة أيضا. ثبت القطعة حول الزعنفة ووضعتها بهذا الشكل لتكون في مكانها الصحيح لأضغط عليها قليلا. هذا بشأن زعنفة الظهر. ما رأيك؟ نعم، طولها حوالي 5 سنتيمترات. إذن هل مكانها مناسب؟ قبل بدء عملية تركيب جهاز التعقب يلفت أنظارنا قبطان طائرة الاستكشاف إلى تصرف غريب. من الجانب الأيمن، الساعة 9، 10 أمتار، مستعد؟ لقد تكلم الناس عن دائرة التحرك هذه من قبل، لكن لم يصورها أحد. هدفها غير معروف لكنها بالغة الروعة. هل تلتقي أسماك القرش هذه للمرة الأولى وتتعرف إلى بعضها؟ أم إن المكان هنا مميز يسلم فيه الأصدقاء على بعضهم بعد غياب دام عاما؟ إن هذه الأسماك غامضة وملوكية ولبقة التصرف. ليتني كنت أعرفها جيدا. الغطس مع هذه الأسماك سباحة مع عملاق ودود. على الرغم من عرض فمها الذي قد يصل إلى 5 أقدام، إلا أنه لدى بعض القروش الحيتان الكبيرة فتحة معدة صغيرة جدا، فمن المستحيل بالتالي أن تبتلع كائنا بشريا. أرأيتم؟ من الصعب جدا أن تبتلع كائنا بشريا. يبدو أن الفضول متبادل بيننا وبين أسماك القرش. في غياب أي عدائية تقترب أسماك القرش أكثر فأكثر من مركبنا، وكأنها تتساءل عما يمكن أن يكون أكبر حجما منها. بعد بضعة أيام لا تزال المهمة قيد التنفيذ، وحان وقت وضع الجهاز. لقد اخترنا ذكرا طوله 30 قدما، وأنا أستعد مع بيتر لتنفيذ المهمة. سأقترب من هذا الجانب وأنتما من الجانب الآخر، وفيما تسحبان هذا سأنزع الكيس البلاستيكي. واضح إنه يتحرك بسرعة، لذا نحن قلقين بشأن مجاراته. حاول من جديد. حتى جون متوتر، فقد أوكل إلينا مهمة تركيب جهاز قيمته 5000 دولار. والآن بعد أن اقتربنا من الواضح أنه ليس قرشا عاديا. يدلنا الثقب الذي في زعنفته على أنه عضة، واحد من تلك المجموعة التي تعرفنا إليها هنا عام 1984.
يتعرض القرش الفتي للأذية من أسماك قرش أخرى، لكنه أصبح الآن قرشا كبيرا لا يمكن أن يضايقه أي شيء في المحيط. وفقا لتاريخه إنه المرشح الأفضل للتعقب. اسحب الجهاز. حسنا، أخرجت القطعة المعدنية. بما أن جلدته سميكة تحتاج الدبابيس إلى وقت أطول، وبينما كنا نلوي القطعة قرر شارك بايت الذهاب بنا إلى الأعماق. أنا أمسك بالقطعة، إنه يحاول دفعنا. لست متأكدا من أنها غير مقلوبة، لكن ما قمنا به جيد جدا يا صديقي. نعم ادفعه يا صديقي، لقد دخلت القطعة من هنا. بعد لحظات من القلق انتهت المسألة بسلام. أعتقد بأن كل شيء جيد يا صديقي. ما زال يتجه نحو الأسفل، لا أعتقد بأنه سيذهب إلى أي مكان. يجب أن نكون سعيدين بهذا. حسنا أترك هذا، لنعد. ها هو القرش الحوت يسبح مع الجهاز الذي يعمل عبر الأقمار الصناعية. يبدو جيدا جدا. أحسن صنعا. أنا آسف لكننا غطسنا معه، كان الأمر رائعا، مدهشا جدا. لقد حصلت على بعض الأشياء. كان القرش كبيرا، كان قرشا كبيرا فعلا، حوالي 8 أمتار أو 9 أمتار. 8 أو 9 أمتار، لقد كان ضخما. لقد أصررنا على وضع الجهاز في أعلى الظهر، لكننا تمكننا من مجاراته. أطلقنا الدبابيس التي دخلت فيه، رأيناها تشق طريقها. من المثير جدا للاهتمام الحصول على فرصة تثبيت جهاز تعقب على القرش. إنها المرة الأولى التي أضع فيها جهازا معلقا بالقرش وليس قطعة تتبعه كالذيل، وقد سارت الأمور بشكل ممتاز. والآن علينا تعقبه لبعض الوقت والغوص معه مرة أو مرتين، ثم سنحصل على معلومات رائعة طوال السنة القادمة. لقد نزل إلى عمق المحيط مدة 45 دقيقة، ويبدو أنه ليس بمفرده الآن. حيوان مدهش، طوله 9 أمتار. وهو يتنقل ويتبع الجهاز الذي يبدو في مكانه المناسب على ظهره مع زاوية صغيرة جدا. إنه يؤدي الحركة الدائرية الغريبة التي رأيناها سابقا. على الأرجح ليست عادة بين الأصدقاء، بما أن غالبية هذه الأسماك ذكور فتية. لا أحد يعرف كم ستعيش، ربما 50 أو حتى 100 عام. في هذه الأثناء لا يبدو أنه منزعج من الجهاز. يبدو الجهاز جميلا جدا في مكانه. أنا سعيد جدا بأنه مثبت في مكانه، ربما إلى الأعلى قليلا، لكنه يبدو شديدا، والقرش غير منزعج من وجوده. ليست أداة أو جوهرة قبيحة الشكل. علي أن أتأكد فحسب من أنني لا أصيب ذيله هنا. يبدو أن الجزء الصعب قد نفذ، لكن للشارك بايت أفكار أخرى. يبتعد أحيانا القرش الكبير. لقد ابتعد القرش شارك بايت عن سلسلة الصخور لبعض الوقت، لذا سأنتهز الفرصة للتعرف إلى أسماك قرش جديدة من أجل قاعدة المعلومات. كلما رأيت أسماك قرش زادت قناعتي بأن لكل قرش مجموعة من الأسماك الصغيرة تتبعه. على الأرجح يمضي العديد منها حياته خلف هذا القرش ويتبعه أينما ذهب. إذا أمعنت النظر إلى الفتحة خلف العين فسترى سمكة صغيرة من نوع اللشك. إنها تتغذى من الطفيليات داخل مساحة الخيشوم. يلتصق اللشك بالقروش من الجهة التحتية، ينزع الطفيليات الخارجية والطعام الذي يسقط من فم القرش. تعيش سمكة أخرى كالتريفالي قرب الفم أيضا، لكنها لا تلتصق بالقرش، إنما تحصل على رحلة مجانية إذ تطوف في الموجة قبل رأسها وزعانفها.
يجلب القروش الحيتان الحيد الضخم الذي يؤمن الغذاء والمسكن لعدد كبير من الأسماك الأخرى التي تعيش فيه وعليه وحوله. يتمتع هذا القرش بعضة كبيرة أيضا، وهذا مثير للاهتمام. إنه ذكر، وهو ليس القرش الذي زودناه بجهاز التعقب، ليس شارك بايت. لا أعتقد بأنه شارك بايت، لكن يمكنكم الوثوق بالمصور مايك لتوقع الأسوأ. أنا واثق كل الثقة بأنه شارك بايت. لست متأكدا جدا، لست واثقا جدا. ربما يكون هو. أنا متأكد، عندما اقتربت رأيت ثقوبا في زعنفة ظهره، فضلا عن بعض الخدوش التي رأيتها. حسنا، هناك طريقة واحدة للتأكد، سنعود ونصوره، ولكن أتمنى ألا يكون هو. أكره أن يكون مايك على حق. سوف نرى الذيل والزعنفة، يوجد بعض الشبه. انظروا الآن، انظروا إلى الأعلى عند طرف الشاشة. صحيح. ترى الخدش؟ صحيح. وثقب الآخر في الأعلى. هذا شارك بايت بدون شك. نعم، إنه هو. أجل، صحيح. لابد من أن شارك بايت انتزع الجهاز بطريقة ما، وهكذا لم يبقى أمامنا سوى بضعة أيام لإحضار جهاز جديد وتركيبه قبل أن تتوزع أسماك القرش. تقضي الخطة الثانية بتعديل أحد أجهزة جون الطافية، نزوده بأدوات ملحقة أكثر إحكاما عندما نكون مستعدين لإطلاقه لا غير. عادة تزداد الأمور سوءا، أصبح الطقس عاصفا يهدد طائرات الاستكشاف ويجبرنا على البحث عن ملجأ ومرفأ آمن. أولا فقدنا الجهاز، والآن تعصف الرياح. الأمور معقدة في الأيام الأخيرة ولا يبدو أنها تتحسن. أصاب الهلع الجميع. لحسن الحظ انتهت العاصفة، والخبر الجيد هو أن جهازا جديدا قد وصلنا للتو، والخبر السيء هو أنه لم يتبقى لنا سوى يوم واحد لتركيبه. هذه المرة سنحرص على أن يكون محكما. سأركبه بينما يستخدم بيتر مثقابا مضغوط الهواء لإدخال قطع معدنية إضافية في الزعنفة. الخبرة مهمة لسرعة التنفيذ وعدم شعور القرش بالألم. يتحسن الأمر الآن، لقد وجدت طائرة الاستكشاف بسرعة القرش ذا الحجم المناسب. هذا هو الجهاز الثاني، هذه هي فرصتنا الأخيرة. إذا لم ننجح هذه المرة فقد يمر عام كامل قبل أن نعاود الكرة. هذا القرش صغير ونعتقد بأننا لن نواجه صعوبة كبرى في مجاراته، لكنه يرفض أن نركب له الجهاز بكل بساطة. هذا كل ما نحن بحاجة إليه. هذا القرش الصغير طوله 14 قدما فقط ووزنه حوالي 3/4 طن، لذا هو ليس سعيدا أبدا. يا له من ألم شديد. أصبحت المطاردة مرهقة جدا، القرش قريب جدا منا ويستحيل أن أستسلم الآن. إنها بمثابة لعبة مجنونة متهورة، كلما اقتربنا منه ابتعد عنا. آمل أن ننجح في تركيب الجهاز هذه المرة. يبدو أن حركة القرش سريعة قليلا. أخيرا أصبح مايك مقابل القرش حاملا آلة التصوير وهو يتوقف للحظة. يبدو أن من الصعب مجاراته. لقد استدار مايك باتجاه الأمام. إنه يبطئ حركته. ابدأ بالثقب. نعم، أنا أرى القطعة، إنها مستقيمة. ما الوقت؟ لقد أدخلتها يا صديقي. أنجزت المهمة. مع انخفاض كمية الهواء ليست لحظة قريبة جدا.
أتكلم الآن عن العمل الشاق. يا إلهي، لقد نجحنا أخيرا في تركيب الجهاز، وكل ما بإمكاننا فعله هو أن نأمل أن يلازم مكانه. سنعرف ذلك في الأشهر القليلة المقبلة. أود أن أقول إنها كانت تجربة مذهلة. لقد غطسنا في الأسابيع الأخيرة بجانب أكثر من 35 نوعا من أسماك القرش. شكرا لبيتر، والآن علينا أن ننتظر رسالة من فوق. لقد مضى 10 أسابيع منذ أن ركبنا الجهاز على القرش الحوت. حتى الآن لم نتلقى سوى إشارة واحدة منه بعد 5 أيام على انتهاء المهمة. إذن هل فقدنا جهازا آخر؟ ربما لا، إنه ينقل المعلومات كل 5 أيام، ويجب أن يخرق الهوائي السطح في هذا اليوم لتصلنا المعلومات عبر جهاز النقل. إذن لا يزال الوقت باكرا، لن نحصل على صورة واضحة عن تحركات القرش الحوت إلا بعد سنوات من الدراسة. في هذه الأثناء علي لقاء أسماك قرش أخرى، وأنتم مدعوون دائما للانضمام إليه.